عايزين تقضوا يوم مختلف وترتبوا رحلة ما تنسوهاش أبدا في حياتكم على بعد ساعتين بس من القاهرة، يبقى لازم تتفرجوا على الفيديو ده. العالمين الجديدة بالصدفة بيقام النهاردة عليها نظام العالمين الجديدة 2024. هنتعرف بقى مع بعض كده وهناخد جولة ونكتشف أول ما بنوصل العالمين بيحصل ايه وايه الاماكن اللي موجوده ونقدر نتفسح فين وايه كمان الفعاليات اللي نقدر ننبسط بيها. مستعدين؟ يلا بينا. اول حاجه عملناها ركبنا العربيه وتحركنا على الطريق على طول، طريق اسكندريه الصحراوي طبعا، لحد ما وصلنا لدخله مدينه العالمين الجديده. واول ما تلاقوا نفسكم بتلفوا الصينيه دي تعرفوا انكم كده وصلتوا للمدينه الساحره بجد زي ما بيقولوا عليها. كل حته فيها ليها سحرها وجمالها سواء بالليل او بالنهار طول اليوم واحنا ماشيين فيها. وطبعا حظنا حلو ان في الوقت ده بيقام مهرجان العالمين الجديده العالم عالمين 2024 للسنه الثانيه، واللي مخلي كل شوارع العالمين فيها حركه وفعاليات وانشطه مختلفه بالليل قبل الصبح كمان، سواء بقى رياضيه او ترفيهيه او حفلات او ثقافيه. تعالوا بقى اقول لكم على كام مكان بجد لازم تزوروهم وتستمتعوا بكل حاجه بتحصل فيهم. هنا مثلا منطقة النورث سكوير، شوفوا حلوة ازاي وعلى البحر على طول. اما دي بقى الممشى السياحي اللي هتستمتعوا احلى جو فيه وتمشية ايه حكاية. وهنا المدينة التراثية اللي فيها كل الانشطة الثقافية، ودي بقى المنطقة الترفيهية واللي بيتجمع فيها العائلات على طول وبيجا كده زي ما انتوا شايفين كل حاجة فيها بتحصل، ده غير منطقة الاكل اللي جوه وكمان الملاعب سواء كرة قدم او بادل. وهنا بقى منطقة الطيران الخفيف اللي تقدر تاخد طيارة وتتفرج على مدينة العالمين كلها وجمالها في ربع ساعة من فوق. وطول ما انتم ماشيين في شوارع العالمين هتستمتعوا بمنظر وجمال أبراج العالمين اللي مفيش زيها في العالم بجد. واحنا هنحتاج ايه بعد كده جوه العالمين؟ فيها كل حاجة بتفكر فيها من خروجات وحفلات وأنشطة ثقافية وترفيهية وكمان رياضية، يعني مش هتخرجوا منها إلا وانتم مبسوطين بجد. متخيلين مدينة واحدة فيها كل الأماكن اللي نقدر نتفسح فيها، حاجات ترفيهية ورياضية وثقافية وفنية وكمان حاجات كتير قوي تقدروا تعملوها، ده غير الصور والأماكن والبحر والفول وكل الحاجات الحلوة اللي أنتوا تقدروا تستمتعوا بيها. الصراحة أنصح كل الناس إن هم لازم يزوروا مدينة العالمين الجميلة. باي باي.